لا، وبيجيب اهداف في القمه طبعا بيبقى محظوظ. طبعا انت بتعتبر نفسك طبعا محظوظ؟ ها طبعا. انا اول حاجه ان انا محظوظ وموفق عن التوفيق عند ربنا الحمد طبعا. لله بشكره، اه ان انا اول حاجه لعبت نادي الزمالك في غير طبعا عادي، ان كان اكيد، نفسي العب في نادي الزمالك. من انا قبل ما زملكاوي تروح قبل ما اروح. انت زملكاوي اصلا كده كده. انا مش بركب الترند، وانا خلاص انا بطلت كوره، مش عايز حاجه من الزمالك. وخلي بالك انا بطلت مش شغال في نادي الزمالك، يعني ما شغلتش ولا شهر في نادي الزمالك، صح. بس انا بتكلم في اللي جوايا. اه انا من صغري زملكاوي وبحب الزمالك، كنت اتمنى العب نادي الزمالك. فتخيل بقى ان انا عيل صغير، ولد صغير جاي من المنوفيه وبيلعب في نادي ترسانه. اه الحمد لله كنت من ضمن الناس اللي صعدت الفرقه، اه ولعبت سنه واحده في الدوري الممتاز، مع لان الترسان. لعبت مع ترسانه 3 سنين، اه سنتين درجه تانيه وبعدين صعدتهم، اه يعني من الفرقه كنت اللي صعدت. شباب. اوكي. وتالت سنه لعبتهم في الدوري الممتاز اللي كنت بلعب في كاس العالم في الارجنتين. اه فلما عملت السنه دي كويسه جدا مع الترسانه، وكنت سن صغير وبلعب منتخب شباب مع كابتن شوقي في كاس العالم، فالزمالك قال لك ايه؟ نتابعه. فلما كنت في كاس العالم ماشي كويس معاهم، وفي الدوري هنا مع الترسانه مش كويس، فقال لك نجيبه.